واحنا بنتكلم وحضرتك بتتكلم عن البطولات والكؤوس، هي دي الدواليب اللي بيتحط فيها الكؤوس والبطولات الكثيره جدا. يمكن في يعني كاسات موجوده في دولاب في الصالون وموجوده فيه وغير اللي في المخازن، غير في مدينه نصر، غير في الشيخ زايد، وهو ده النهج اللي انت ليه انت بتعمل كده؟ عشان تخلي ولادك يشوفوا ده بعينيهم.